المطلوبة. أنتِ كهاني؟ إيه، أنا بصراحة بدي أحكي معك بموضوع ضروري. شبكي، بشو عم بتفكري؟ كان بدك تخبريني شي مو؟ الموضوع يلي بدي احكي فيه. يا خوفي كهاني تخبر روبا الحقيقة. مصيبة إذا خبرتها لروبا الحقيقة. موعد العرس تبعي تأجل. هذا الشي منيح، يمكن القدر عنده مخطط تاني إلك، وكمان عرس يوغ ما كان رح يكمل من دونك. هاد يوغ، منيح يلي إجيت. شوف مين إجا، هي كهاني. عرفت؟ كهاني صار فيها تحضر حفلة عرسك، القدر رتب لهالشي. روناك حبيبي؟ هذا بيكون زوجي روناك. روناك هي هي كهاني، انت ما شفتها من قبل. تحياتي. هيك طبعا بيخجل كتير من البنات. يلا كهاني، شو رأيك منمشي؟ لو كهاني خبرت مرت أخي بالحقيقة كان رح ينكسر قلبها. لو كهاني خبرت روبا بالحقيقة كانت رح تورطني وتكسر لي قلبي. استنوا، شو هالسرعة اللي عم تتحركوا فيها أنتوا الاثنين؟ يعني كل الوقت عم تدوروا هون وهون. ما حدا رح يتحرك من مكانه. أختي الكبيرة جاي مع جونجان، مو مسمح لكم تتحركوا لينتهي الحفل. إذا ما تحركوا كيف بدهم يرقصوا يعني؟ إيه باتانجي، بدي أصلك لسانك. يلا روح، أنا مبسوطة كتير فيكن. شو أختي الكبيرة؟ بدك تعملي العرس من دون عروس؟ شو وينها جونجان؟ يلا شوي وبتجي. ماشي. شوفي وصلت. شفت كتير صبايا تزوجوا قبل، بس أنا ما شفت عروس أجمل منك. تعي. أنتوا اليوم طالعين بتطيروا العقل، مبروك حبيباتي. شو ابني رح يضل وشك عابس هيك؟ ابتسم شوي، لأنه في عروس مثل القمر واقفة جنبك. وبعدين معكن رح تضلوا هيك، أحسن شي روح شوف كهاني بدل ما أحضر هالحفل. طيب فهموني، مين عم ننطر؟ ليكن العرسان هون أمي، خلونا نبلش بالغني والرقص. يلا. ايه؟ يلا. هاي خيانة كبيرة.
بحياتي ما كنت أتخيل إنه رح تعمل فيني هيك شيء. وتخونني بهالطريقة. كنت رح تبدأ الحفل من دوني؟ ما فكرت تنطرني؟ معقولة تبدأ مراسم زواج هالحلوين من دون ما أكون أنا موجودة؟ معك حق، لأنه وجودك أهم شيء. وأنت يا سيد، ما فيك تستنى لحتى تجي، إلي على شو مستعجل؟ إذا ضليت عم أنطر هون كل هالوقت كيف بدي لاقي كنتك البيضة يا أمي؟ اعتذر منا. آسف 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 آسف. لا لا لا، أنا ما بدي إياك تعتذر مني، أنا كنت عم بمزح معك. اللي بيغلط هو اللي لازم يعتذر، وزوجي مستحيل يغلط لو شو ما كان صاير معه. يا جماعة، هلأ في مفاجأة كتير حلوة مشان أختي وأخو زوجي. رفعتي وبدي اعترف بجرائمي كلها وانا بكامل قواي العقليه. حاولت من 15 سنة إني أقتل زوجي رافيكانت، هو واللي كانوا معه بالسيارة. هاي فرصتي لأسرق التليفون.
وين راحت جونجان؟ سيد يوك، مو يوغ، أنا اللي رح كون زوجك المستقبلي. ليكي يا حبيبتي، أنا بدي إياكي لإلي. أنا إيرافاتي وبدي أعترف بجرائمي كلها، وأنا بكامل قواي العقلية حاولت من 15 سنة إني أقتل زوجي رافيكانت، هو واللي كانوا معه بالسيارة. يا بابا، هيك ما حدا رح يقدر ينقذ اختي الكبيرة من العقاب. أنا رح أبعت هذا الفيديو على تليفوني فورا. خير بنتي؟ انتي هون؟ في شي لتركتي الحفلة؟ هذا موبايلي، شو عم يعمل معك؟ ايه صح، كنتي تاركتي وخفت حدا ياخده. منيح اللي هيك عملتي، لأنه كنت رح أوقع بمشكلة كبيرة لو حدا غيرك أخده. أعطيني. يلا تعالي بسرعة. اليوم نفدتي يا أختي، بس أنا إلا ما أخذ التسجيل من تليفونك شي يوم، وقتها كيف رح تنفدي؟ قليلي، خدعتني بما فيه الكفاية يا روناك، بكفي. أنا بدي خبر يوك بالحقيقة كلياتها. أنتي لوين رايحة؟ روناك اتركني، أنا عم قلك اتركني روناك، رح خبر يوك بالحقيقة. اترك إيدي بقى. مسكتها منيح وما رح افلتها، وعلى كل إن إذا لفيت الدنيا كلها ما رح تلاقي حدا يحبك مثل ما بحبك أنا. شو مشكلتك؟ يعني مو ضروري تكون كل العيال اللي بالبلد بتسمح بالزواج عن حب. صح، بس بشرط ما يكون عنده مرا وطفل، ما هيك؟ ايه خلصنا، بكفي. ليش عم تعقدي القصص؟ ما بعرف انتو البنات شو مشكلتكن. على طول بتضلوا تقولوا بدكن زوج وفي ومخلص لعيلته، لما يجي هذا الرجال الوفي لقدامكن ترفضوه وبكل بساطة. بدي خبر يوك بالحقيقة، اترك ايدي بقى، اتركها. اسمعيني منيح، لحد هاي اللحظة انتي ما شفتي مني غير حبي، جناني لسه ما شفتي. انت بتعرفي شو معنى الجنون؟ ها؟ الجنون يعني اني استميت لحتى انا احصل عليكي. عندي استعداد اتجاوز الكل. انا مو سهلة، اذا انفجرت رح دمرك، اذا لمستني مرة تانية رح اضربك كفي علم بوشك لاخر العمر، وخليك تندم على هالشي كل ما طلعت بالمراية. لا أنت ولا أي قوة بالعالم رح تمنعني من إنه خبر السيد يوك بالحقيقة، مفهوم؟ هاي إجيت، احكي لي شو في عندك؟ بترجاك ما تاخذني على سجن يا عمو الشرطي، بترجاك ما تاخذني، لو سمحت تتركني اعيش حياتي. خلاص اسكتوا، بكفي حجبك. لك هدول الاثنين قرعني ولكي.
بترجاك ما تاخذني يا عمو. راني ولكي كانوا هنيك بس كيف؟ كانوا كان بس أنا خليت رجالي يروحوا يجيبوهن لعندي وشوفت عينك. بس هذا اللي معنا من الشرطة لشو؟ ايه يا ست شامشاق، مشان الزواج لازم نعمل كل شي بنقدر عليه، ولهيك أنا عم حاول أعمل كل جهدي. ولما اطلعت على وضعك لقيت في جريمة قتل مخباية مرتكبها أخوكي. تعرفي مين قتل؟ ها؟ جريمة قتل تاكور. إذا أنت بدك تنغزي لكي لازم تخبري يوك هالشي، إنك بتحبيني كتير وما فيكي تتخلي عني. هذا اللي بدي أقوله، أنا بحب روناك وما رح أتخلى عنه. وإذا بشتغل رقاصة ليش حضرته دائماً بشكك بشخصيتي؟ هاي أول مرة بشوف فيها حدا غريب لهالدرجة بحط حاله بهيك موقف. قديش طلعت غلطان، الرقاصة مستحيل أنها تتغير. خير، انتو شو عم تعملوا؟ يلا صار وقت الاكل. كهاني ما رح تروحي بلا اكل؟ ها لا اختي، اليوم عندي موعد ضروري. بس اليوم؟ لا، مره تانية. شو صاير بين كهاني ويوك؟